السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وفي صحة جيدة، بارك الله فيكم، ربي يطول في عمركم على التفاعل تاعكم اللي كان في الفيديو الاخير اللي درناه على هذيك التونسية، كان شي زوين بزاف بزاف كما يقولوا خاوتنا المغاربة، ربي يحفظكم ونتمنى هاد لا فيديو. اول حاجة ديروها قبل ما تفرجوها هي فعلوا الجرس وديروا جيم في لا فيديو هكا باه جديد وكاع لي فيديو اللي نحطوهم يولوا يوصلوكم سور بلو. الموضوع تاعنا تاع اليوم خاوتي هو هاد الخليقة. انا بيرسونيلمون والله العظيم ما كنت نعرفها، وقت فات شفت طشة اعلامية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، كارولين 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 في فيسبوك في يوتيوب في انستغرام، طغات على مواقع التواصل الاجتماعي. من باب الفضول حوست نعرف واش تكون هذه الانسانة كارولين اللي راكم تشوفوا فيها في الصورة. ادخلت على جوجل وكتبت استقبال الجمهور الجزائري لكارولين، اطلع لي هذا الفيديو. كي شفت هذا الفيديو لحميت شوك، شفت امهات كبار، شفت نساء متزوجات، حتى وصلني خبر تاع وحده طلقها راجلها باسكو قالها ما تخرجيش وهي خرجت غير باش تروح تشوف كارولين، راجلها زعف وطلقها. شفت نساء صغارات، شفت حتى الاطفال البراءه، كلهم هادو كاع كما يقول لك مندمجين مع بعضهم بعض ويعنقوا ويبوسوا ويبكوا ويبكوا على جال هذه كارولين، وكل واحدة تقولها روحي عندي راكي بنتي ما خصك والو. والله العظيم ضننت بحسن النية، زينت النية تاعي وقلت أن هذه كارولين بسير بسير 100% يا تكون طبيبة كبيرة عالمية اللي اكتشفت دواء الكاش فيروس، أو مهندسة كبيرة لبنات عمارات أو قصور لافتخر بها العالم، أو ظننت أنها كاتبة كبيرة أو أنها شاعرة، ظننت فيها الخير باينة باش الناس تبكي كاع كيما هاك وتطيح وتنوض، هذه باينة تكون حاجة كبيرة. ظننتها أنها مخرجة أو ممثلة عطات للسينما الجزائرية، حتى شفت عندها كاع هاد المحبين. قلت أنا والله العظيم ندخل ونشوف هذه كارولين واش هو المحتوى تاعها، ونبحث عليها ونشوف واش راها تمد للناس، حتى الشعب حتى هاد النساء راهم يحبوا هاد النساء الجزائريات لهذا الدرجه. قلت على بركه الله ندخل انا سير يوتيوب ونشوف المحتوى تاعها ربما يفيدني في حياتي. دخلت في اول فيديو طلع لي، حسبته فيلم قصير ولا كاش نصيحه ولا عفسه اللي تفيدنا. كي دخلت نلقى كيما راكم تشوفوا خوتي هاد الحركات الأكروباتية، هاد الحركات اللي تمس بالشرف كما راكم تشوفوا اخوتي، هذه هي كارولين، هذا هو المحتوى تاعها في مواقع التواصل الاجتماعي. شوفوا معنا اكرمكم الله، حاشاكم سمحوا لنا زعما والله مي سي اوبليجي نوروكم باش نكشفوا الحقيقة. الحقيقة راها ظاهرة بصح انتم تبغوا تزيدوا تشوفوها، معليش حنا نوروكم باسكو كون ما نوروكمش كيما هاك تقولوا لنا بالك راكم تكذبوا ولا. ها هو المحتوى تاع كارولين اللي الناس تتباكى عليها في المطار، اللي تشوف عجايز ونسا طلقوا على جالها وقاسوها بالذهب وعطاوها كرافاش بولحية وعطاوها القش وعطاوها الروايح ولي كادو، ها هو المحتوى تاعها. الحركات الأكروباتية اللي راكم تشوفوا فيها، الحركات المخلة بالحياة، موان دي زويتو. صح معليش، قلت انا ربما غير راني موسوس، ربما هادو غير اللي غايرين منها، بالك هي دير محتوى شباب وكاع، بالك هادو غير تسريبات تاع العديان اللي ما يبغولهاش الخير وكاع، بالك هي عندها محتوى اخر. ايا قلت بالك نشوف فيديو اخر ندخل فيه، بالكني غير ظالمها وبعد ظني اثم. ايا خوتي يطلع لي هذا الفيديو غادي نوريه لكم دروك. تاني قلت بالك انا هنا كاين محتوى شباب وكاع اللي يفيدني، ايا قلت بسم الله على بركه الله ودخلت. شوفوا معنا خوتي، تفرجوا معنا كما راكم تشوفوا عندكم خوتي، شوفوا خوتي. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. هذه اللي راكم تشوفوها اللي دير حركه مخله بالحياء واللي دير العجب بالمعجب، عندها 1 مليون دابوني سور انستغرام وسور تيك توك و2 مليون سور فيسبوك. نعم انهم المؤثرين تاع الجزائر، شوفوهم هادو هما اللي مدوا النصيحه وهادو هما اللي راهم ينصحوا بناتنا اليوم. عاود مور هذا الفيديو وقلت بالك غير سوء ظن وقلت ما نظلمهاش شيره، بالك عندها محتوى شباب، بالك عندها محتوى وخت اخر اللي يفيد البشريه، باش شفت الناس تبكي عليها اسو بوان وتندبه على جالها، قلت انا سيرمون غير ظالمها ويطلع لي هذا الفيديو. شوفوا معنا خوتي
هنا راه مع راجلها واقفه، هذا راجلها المعروف باسم طوم كما تقول هي، هذا القاوري عندكم راه هنا راجلها، وراجلها راه جايب صاحبه، دوك تشوفوا صاحبه ما تقلقوش. ها هي هنا راه التقهوه وراجلها راه حداها، هذا طوم، هذا قاوري مسكين كما يقول لك ما نهضروش فيه، ما نقولوا لا ديوت لا والو، هذا قاوري بصح هي لي عربيه وجزائريه. شوفوا راح راجلها استغلوا خوتي، عندكم صاحبها عادي يسلم عليه وعادي يقبلها خوتي واحد البلاصه مخله بالحياه. ها هي شوفوا التقبيله شتوها في شواربها وراها رايحه عندكم خوتي. لا غالب اسبيرا ما تقلقوش، زيدوا تبعوا معنا في الفيديو. عندكم هنا صاحب راجلها يدور نورمال في الدار، يدور هكا وضحك معاه، هذا هو اللي قبلته في الفيديو وسلمت عليه في بلاصه كما يقول لك حساسه. ومن هنا نستنتج ان هذه العلمانيه هذه الماسونيه للهدايه وما تجوس فيها، باسكو راه دير صوالح فري عيانين بزاف بزاف بزاف. هذه الانسانه بسبتها ضيعت شحال من وحده مسكينانيه وما تعرفش، ومفيده ولا تفقه شيء ولا تفقه قول، باسكو الناس اللي كولتيفي والله يبارك ما يتفرجوهاش. هذه ماشي صانعه محتوى، هذه صانعه الدعاره، بصح كاين اللي مفيده مسكينه وكما يقول لك الكاركتير ولي برينسيپ تاع واحد ضعاف تاثر عليها كيما هذه. وللاسف اليوم اللي ولاو مؤثرين في السوسيتي تاعنا هما ريبيكا. دوك نجيك ريبيكا وجاد وهبي وكاع اليوم اللي بديت بهذه، بعد توما ربي بخيره دوك نجيكم. هادو هما اللي ولاو ياثروا في المجتمع، هادو هما در وقت تما هادو راهم ينشروا واحد الفكر، يا المتزوجه خدعي راجلك مع صاحبه سي بون. هذه انا اللي شفتها يستقبلوها ويتباوسوا ويتعانقوا عليها ويبكوا عليها، مانيش نكذب خوتي كما راكم تشوفوا في هذا الفيديو. تما هادو النساء تاعنا راه يعجبهم هذا الخديع وكاع، راه عندهم هذه الانسانه اللي راه توريهم هذا الدعارة، عندهم حاجه كبيره راهم يمجدوها. شنو نفهم باللي النساء تاعنا الا من رحم ربي، الا من رحم ربي ثم الا من رحم ربي، اللي يمشوا ويبكوا عليه هذه ويستقبلوا هذه تما راهم يعجبوهم هاد الصوالح. وهي تقولها توجور في الفيديو تاعها وتعاود تقولها راجلك هام ليه اخدعيه خرجي مع صاحبه، عادي تهضرها هي تصرح بيها. وهاوني نوريكم كما راكم تشوفوا خوتي بالصوت والصوره، هي تسلم على صاحبه نورمال عادي، ها هو صاحبه يدور في الدار عادي. تما هنا اللي تكون ناقصه دين وعقل كي تشوف هاد الامور تاع كارولين وتشوف الشعب يبغيها والشعب يمجدها، وعندها 1 مليون دابوني يا حبيبي في اليوتيوب، 1 مليون دابوني في التيك توك، و1 مليون دابوني في لاباج فيسبوك، راه داخله في 2 مليون صاي. تقول لك انا كي مليون واحد يتبعها، انا نتبع ثاني نروح نخدع راجلي اللي كانت ناقصه دين وعقل تروح تتبعها عليها. المجتمع تاعنا راه في الزبل، راه في لا ميرد، غير ربي الستر غير ربي الستر، باسكو المؤثرين تاع هذا الجيل الجديد وما هذه وامثالها، وما هذه وهذه وهذه، هاد الخامجات هما اللي راهم ياثروا في المجتمع تاعنا. على بيها بنات اليوم الا من رحم ربي، الله يستر والله يحفظ كما يقول لك بناتنا، الله يستر ويحفظ بناتنا. هادو خوتي لا تجعلوا من الحمقى مشاهير، هادو ما يستاهلوش 1 مليون، هادو ما يستاهلوش. هنا تعرف الطبقه تاع النساء الجزائريات كي راها دايره، هنا تعرف الطبقه تاع المجتمع تاعنا كيفاه راه داير. تلقى بروفيسور يجي ما يرحبوش من بابه، ما يعرفوه، ما يعرضوه في قنوات، ما يسمعوا به، تفوت عليه ما تعرفهش. وتلقى هذه يتباكوا ويتباوسوا عجايز كبار اطفال نساء كبارات صغارات على وحده تقدم هذا المحتوى اللي وريته لكم. للاسف يا ربي يجيب ساعات الخير. السلام على الفيديو تاعنا، الله يجازيكم اخوتي، ديروا لنا جيم في الفيديو، خلونا كومونتير كما يقول لك احنا ماذا بينا نتقبلوا الانتقاد البناء مهما كان، وفعلوا الجرس هكذا باش اي جديد يبقى يوصلكم في اليوتيوب. ورانا عاود ولينا بقوه ولينا بالجديد وراح نمتعوكم باذن الله. دمتم اوفياء لنا ودمنا في خدمتكم. كان معكم اخوكم جمال الدين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.